صباح الخير. النهاردة أنا عاوز أتكلم عن موضوع كده بعجالة شوية، هو عن يعني مش هنطول كتير فيها، اللي هو الصراع بين الإنسان المطلع وعامة الشعب الذي لا يرى ما يراه المثقف أو الإنسان المطلع. من المفروض أن يكون الإنسان المثقف لديه نوع من أنواع قوة الملاحظة وتحليل الواقع وربط الأشياء بعضها ببعض، يعني المفروض أنت ترى الأحداث وترى أحداث سابقة أتت بنتائج معينة، فبتبتدي تربط ما حدث في السابق وما حدث الآن، وتقول إذن ما يحدث الآن هيجيب النتيجة زي اللي جابت النتيجة الأولانية. وده اللي نقدر نقول يفرق بين الإنسان العادي الذي تمر عليه الأشياء مرور الكرام زي ما بيقولوا، وبين الإنسان المثقف الذي لديه قوة الملاحظة. وليس كل المثقفين لديهم هذه قوة الملاحظة. قوة الملاحظة محتاجة شخص واعي ومنتبه لما يحدث من حواليه، يعني أحداث اجتماعية، أحداث سياسية، أحداث اقتصادية، أحداث فكرية، ثقافية، أيا كانت. قوة الملاحظة مش بس ان انت تبقى قاعد في البلكونة وتشوف واحد معدي تعرفه ان ده ابن خالتك، فتقول له انت اول امبارح انا شفتك معدي وما طلعتش تسلم ومش عارف ايه. مش دي فقط قوة الملاحظة. قوة الملاحظة انك تكون واعي بما يحدث من حواليك، وزي ما قلت تربط الاحداث بعضها ببعض، وعندك خلفية سابقة فتبتدي تربط ما سبق بما يحدث الآن، وتبتدي تأتي بنتيجة. هو مش تنبؤ ولا تنجم ولا كده، إنما تقدر تقول إن بناء على ما يحدث الآن أنا أرى إنه النتيجة هتكون كذا، لأنك بتربط المواضيع ببعضها. وده اللي نقدر نقول عليه المفكر أو الإنسان الذي يفكر. المثقف هو درجة ثم المفكر درجة أخرى، ولكن دائما في صدام بين هذا النوع من المثقفين أو المفكرين وعامة الناس، حتى على الصعيد الإنساني والصعيد المجتمعي وكله. لأن الشخص العادي لا يرى ما يراه هذا الذي ينقد شيء معين، لأنه يفقد هذه النظرة، فبيبتدي يتهم من يتحدث بأنه عاوز يطلع القطط اللي مش عارف إيه، أو عاوز يفسد، أو عاوز ينقد وخلاص، أو مش عاجبه العجب، أو أيا كانت من الاتهامات. وبعض الأحيان مش لازم يعني يكون الدون هو نوع من أنواع النقد، ممكن شيء أيضا أعتبره استحسان. يعني أنا ممكن أرى شيء جميل جدا والآخر يرى شيء سيء جدا، ولكن أنا أرى أن ما يحدث يبدو وكأنه سيء إنما هيجيب نتيجة كويسة، أو لو بصينا للكلام أكتر هنلاقيه كلام مظبوط. في بعض الأحيان ممكن تلاقي واحد طالع يتكلم في التلفزيون والناس كلها تتهبل على الكلام وتقول يا سلام شوف إزاي ده إنسان فظيع، إنما أنت مثلا تقرأ بين السطور وتشوف لا الكلام اللي هو بيقوله ده عنده قصد سيء.
والناس تقول لك ازاي ده انت عاوز تقول اي كلام وخلاص، وانت مش عارف مش عاجبك العجب ومش عارف ايه وبتاع. تبص تلاقي بعد يومين طلع في برنامج اخر قال الكلام بصراحة ويؤكد وجهة نظر، وتبتدي بقى الناس تهيج وتقول، فتقول لهم شايفين انا ده كان اللي كنت بقوله في المرة اللي فاتت، انتوا ما كنتوش حاسين باللي كان بيتقال. فده دائما هو الصراع بين الشخص الذي له نظرة في المجتمع او له تحليل في المجتمع، ان هو انت بتربط الاشياء ببعضها وتبتدي تحلل وتبتدي تفكر وتبتدي تخرج بنتيجة بيك انت، مش فقط ما يقال لك. يعني الفارق بين الشخص المثقف او المفروض الشخص المثقف والشخص العادي، ان الشخص العادي بيمشي ورا ما يقال له بدون انه يقول لا انا شايف ده صح، لا انا شايف ده غلط. اما الانسان المثقف بيبتدي يحلل الأشياء ويبتدي يرفض أشياء معينة وبيبتدي يتقبل أشياء وبيبتدي يخرج بنتيجة، أو يقول لا أنا شايف الموضوع ده هيجيب مشكلة أو الموضوع ده في سوء أو كذا. فباللي أنا عاوز أوصل له إن دائما هذا الصراع موجود في كل المجتمعات، مش فقط في مجتمعنا العربي أو في مصر أو لا حتى هنا في أمريكا، في كل المجتمعات في هذا الصراع الدائم بين من يفكر، وطبعا من يفكر هو لازم يكون عنده خلفية بالتاريخ، عنده يعني اطلاع. أما الإنسان العادي ما بيكونش عنده هذا النوع من الاطلاع، فمن خلال اطلاعه ومن خلال تفكيره، وزائد مش فقط اطلاع، في ناس بتقرأ 100,000 كتاب إنما ما عندهاش أيضا هذا العقل التحليلي critical thinking اللي هو العقل النقدي التفكير النقدي. أنت محتاج اطلاع وتفكير نقدي وخروج بنتيجة معينة قد يختلف الناس عليها، إنما فيما بعد هيبصوا لقوا هذه النتيجة هي المضبوطة وهذا ما كنت تتحدث عنه. فسيبقى هذا الصراع بين المثقفين ومن لديهم الفكر النقدي وبين المجتمع أو باقي المجتمع في كل المجتمعات، حين أو إلى أن تكثر عدد الناس الذين يفكرون أو تكثر عدد يصبح عددهم أكثر، فيكون التفكير أكثر، فيكون الاطلاع أكثر، ولكن هذا يحتاج إلى مدة طويلة من إعادة التثقيف وإعادة بناء العقل، وإعادة أن العقل لا يكون فقط متلقي ولكن عليها أن يكون محلل ورابط بين الأشياء وبعضها ببعض، عامل زي الكمبيوتر كده، برنامج الكمبيوتر اللي يطلع لك حاجة زي كويري كده، يلم لك المعلومات بعضها ببعض ويطلع لك ريبورت مختلف عن الحاجات التانية. فده بس كان بعجالة كده كنت عايز أقول الفكرة دي، ونشوفكم على خير إن شاء الله.